بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. المنتخب الجزائري بينجح في الفوز على المنتخب الغاني 3-0 في المباراه التحضيريه الاخيره والوحيده قبل تصفيات كاس الامم الافريقيه. مفترض ان المنتخب الجزائري كان عنده خطه، اول ما يوصل الدوحه هيعمل مباراه وديه قدام المنتخب الجامبي علشان خاطر يبدا من تحت وبعد كده يعلى بمباراه المنتخب الغاني. بس للاسف الشديد المباراه بتاع المنتخب الجامبي اتلغت علشان الظروف اللي كلنا عارفينها. بس لما تيجي تتكلم عن مباراه النهارده ومباراه الجزائر والمنتخب الغاني محتاج تتكلم عن المباراه النهارده كانت مباراتين، مباراه ما قبل اسماعيل بن ناصر ومباراه ما بعد اسماعيل بن ناصر. لان احنا متفقين المنتخب الجزائري بال 4-2-3-1 واللي بتتحول في وقت كتير جدا ال 4-2-4 بيكون راس مالها في الملعب نص الملعب اللي فيه رامز زروكي واللي كان فيه اسماعيل بن ناصر قبل كده. بس انت النهارده بتلعب بادم زرجانة علشان خاطر اسماعيل بن ناصر هيغيب على المباراه الاولى قدام سيراليون، فانت بتلعب بزرجانة علشان خاطر انت هتلعب فعلا بزرجانة المباراه اللي قدام سيراليون، فانت مضطر تشوف حاجه بديله لاسماعيل بن ناصر. المنتخب الجزائري نجح ان هو يسجل هدف بدري عن طريق ادم والناس اللي بيلعب النهارده على حساب القائد رياض محرز او القائد الثاني بعد ياسين ابراهيمي حاليا رياض محرز السيد او الكوتش جمال بن ماضي بيقرر ان هو يريحه، ويوسف البلالي وتحتيه بيلعب رامي بن سبعيني وبيلعب تحت ادم والناس بيلعب معاه بيلعب ورا يوسف عطال ورامز زروكي. ولو اتفرجت على حته رامز زروكي دي هتلاقي ان الموضوع بدا يختلف في الشوط الثاني، هتلاقي ان الموضوع يمكن يكون اتعادل شويه في الشوط الثاني، لان احنا بدانا نشوف المنتخب الجزائري الوضع مختلف في الشوط الثاني بعد الدقيقه 67 اي ما بعد نزول اسماعيل بن ناصر. لان احنا اتفرجنا على الشوط الاول ادم والناس سجل هدف جميل، هدف فيه مجهود فردي في اول 8 دقايق، قلنا المنتخب الجزائري هيسجل الثاني والثالث بقى وهنعمل حفله على المنتخب الغاني. غانا اسم كانت كبير في افريقيا، بس حاليا نقطة قوتهم في الملعب توماس بارتي لاعب ارسنال ودانيال امارتي لاعب ليستر سيتي، اما خط الدفاع اللي جنب امارتي فالموضوع صعب، حتى اللي بيلعبوا 3-4-3 عندهم مشاكل كتير في خط الدفاع وفي حراسه المرمى. فالمنتخب الجزائري لو كان عدى نص الملعب كتير ولو كان اتاح ليه فرص للتسجيل كتير الشوط الاول غير الكرة اللي جت لبغداد بنجاح في الفاول كان ممكن يسجل كتير. بس المنتخب الجزائري كان عنده مشكله في نص الملعب، كان مخلي اللعيبه مرحله لورا قوي، فكنا بنلاقي ان يوسف البلالي اللي ما كانش في يومه وياسين ابراهيمي اللي ما كانش في يومه كانوا بيعانوا معاناه غير طبيعيه ان هم ينقلوا الكره لقدام لبغداد بنجاح. فكنا احنا مضطرين ان احنا نلغي الشغل ده ونقعد نفكر الشوط الثاني جمال بالماضي هينزل مين، لان التقل كله كان موجود على الدكه. لو كلمنا على اسماعيل بن ناصر او كلمنا على سعيد بن رحمه او كلمنا كمان على لعيب زي اسلام سليماني فانت بتتكلم على ثلاث عناصر اساسيه، ثلاث عناصر مؤثرين جدا وجودهم في الملعب بالنسبه للمنتخب الجزائري. اسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري ب 39 هدف، وبعد الهدف الثالث النهارده بقى 40 هدف، وان شاء الله يبقى 50 و5 في عين لما يصلي على النبي. احنا بنتكلم على ان المنتخب الجزائري عنده ثلاثة بره على البنش قادرين ان هم يغيروا الدنيا. المنتخب الجزائري زي ما بنتكلم كده عنده ثلاث لعيبه مهمين جدا على الخط، اسلام سليماني هداف الفريق ب 40 هدف، وسعيد بن رحمه، وكمان اسماعيل بن ناصر. بن ناصر وبن رحمه وسليماني قادرين ان هم يغيروا اي منظومه لعب، وقادرين ان هم يعدلوا الكفه لو الفرقه بتعاني، ده بجانب طبعا وجود حارس مرمى قوي وحارس مرمى مميز زي رئيس بولحي. لان احنا لو اتفرجنا على المنتخب الجزائري الشوط الثاني بدا ازاي، هلانا الشوط الثاني المنتخب الغاني كان معاه كوره، والشوط الثاني المنتخب الغاني راح بكورتين على المرمى قدر رئيس بولحي ان هو يتصدى لهم. عندك حارس قوي بيقدر ان هو يتصدى للكرات الخطيره او الكرات الشبه الخطيره، حارس مرمى عاطي امان لخط الدفاع اللي فيه يوسف عطال واللي فيه اتنين مساكين زي بدران وزي عيسى مندي، عاطلهم تقل كبير وعاطلهم ثقه. وفعلا رئيس بولحي بيقدم مستوى مميز جدا جدا في حراسه المرمى المنتخب الجزائري. بعد التغييرات بقى شفنا المباراه الثانيه، شفنا مباراه المنتخب الجزائري قادر ان هو يروح على المرمى، المنتخب الجزائري بيكشف خط الدفاع الغاني الضايع اساسا قبل التغييرات، وبعدها المنتخب الجزائري بيسجل هدف ثاني عن طريق كروس جميل ليوسف عطال، المساك بيحطه في نفسه. المنتخب الجزائري بعد التغييرات وبعد ما فريد بولايا نزل مكان ياسين ابراهيمي بنلاقي ان المنتخب الجزائري سجل هدف الثالث عن طريق اسلام سليماني، علشان اسلام سليماني يوصل للرقم 40، اسلام سليماني يثبت للناس كلها ان العمر مجرد رقم، واسلام سليماني وجوده زي ما بنتكلم كده حاجه هتكون كبيره جدا في البطوله باذن الله، لان سليماني هداف، سليماني هداف من نص فرصه حرفيا زيه زي بغداد. بس احنا كنا بنتكلم عن كان في مشكله في ان احنا مش عارفين ندي لبغداد كور كتير،
انما الشوط الثاني كان في لعيبه زي بالرحمه، كان في لعيبه زي اسماعيل بن ناصر، كان في ادوار هجوميه بدا ياخدها رامي الزاروكي لانه عامل حسابه ان في وراه تقل عامله له اسماعيل بن ناصر. يوسف عطال بدانا ان هو نشوفه بيروح، رامي بن سبعين الناحيه الثانيه بدانا نشوف ان هو بيروح. بلايلي ما جاش النهارده لان بلايلي كان عنده مشكله كلنا عارفين بتاع كوفيد، فانا اتمنى له ان هو يشفى منها وبعد كده نطلب منه جوه الملعب ان هو يؤدي اداء كويس. المنتخب الجزائري عمل كل اللي هو عايزه النهارده، جربنا ادم زرجانه جنب رامي الزروكي علشان خاطر بن ناصر مش هيلعب، جربنا كمان فكره ان احنا نخش البطوله بماتش ودي، ماتش يجيب لنا الثقه لان الفرقه ما كانتش اتجمعت بقى لها فتره، وطبيعي علشان خاطر تخش على بطوله محتاج انك تعمل وديات، حاول تعمل ود مباراه وديه نوعا ما سهله قدام جامبيا، الظروف منعت الاقامه المباراه دي، دخلت على المباراه القويه وانت عملت سكور وعملت 3-0 قدام منتخب غانا عنده اسم، فدي حاجه محترمه جدا. ده طبعا بجانب السلسله بتاعتك اللي كملت فيها المباراه ال 34. نتمنى باذن الله ان الموضوع يوصل ل 43 و50 مباراه بلا هزيمه، ونتمنى ان شاء الله نكمل البطوله كلها مع بعض. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك، في الحالتين لا تنسى الاشتراك في القناه، او لا تنسى كومنتك السلبي الجميل او كومنتك الايجابي الجميل، او لا تنسى انك تعمل اي حاجه في الفيديو.